السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة مريم وماريا. اليوم جبنا لكم واحد الوصفة كما كتشوفوا معنا رائعة، مع وقت حب ملوك. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة ديالنا هذا النهار وتجربوها. Hola, bienvenidos a nuestro canal Cocina con Meriem y María. Hoy os vamos a enseñar y quedaos con nosotras para ver este rico pastel, mirad, con cerveza y chocolate, ¿no? Aprovechar esta temporada para hacerlo en casa y luego pues nos decís qué tal os ha salido. Seguro que riquísimo. ¿Comenzamos? ان شاء الله ندوزو نشوفو المقادير وطريقه تحضير الحلوه ديالنا هذا النهار. بالنسبه للمقادير ديالنا هذا النهار، غادي نحتاجو هنايا 3 ديال البيضات، هنايا عندنا الطحين، عندنا السكر الاسمر، عندنا الشوكولات اللي رغيتو اللي عندكم، يعني هذه حبيبات ديال الشوكولا اولا الشوكولات تقطعوه في طريفات ستيدوين. هنا عندنا يوغور دانون ناتورال، هنا عندنا الكاكاو، بغيتو تستعملوا كاكاو حلو اولا مر، نتوما اللي بغيتو. هنايا عندنا سيريساز حبي ملوك مقطع طريفات ستيتوين، الزبده ولافاني، وطبعا هنايا الطحين مع الخميره وشويه ديال الملح. Vaya Miriam, solamente con decir cerezas ya se me hace la boca agua porque me acuerda de mi infancia cuando yo iba trepando los cerezos y cogiendo cerezas, con lo cual este dulce que nos vas a enseñar hoy va a salir riquísimo. Fijaos, huevos, ¿no? Harina, azúcar moreno, chocolate, yogur, wow, mantequilla derretida y cacao. Y esencia de vainilla, ¿no? Y el yogur natural también. El yogur natural también. Inshallah, ¿daba gadin bdeo? غادي نطلعوا البيضات ديالنا مع السكر مزيان وغادي نرجعوا معكم. هنايا كيف ما كتشوفوا معنا طلعنا خليط البيضات ديالنا حتى رجع قوام كريمي بهذه الطريقه. هذه ضروري هذه المرحله هذه كيس امبورطانتي كي بصالي راسي ماريا كريموسو. Exactamente, muy importante batirlo para que salga cremoso y que los huevos junto con el azúcar doble de tamaño. دابا غادي نضيفوا اليوغور ديالنا. وغادي نضيفو حتى الزبدة، وغادي نخلطو واحد التطريبة خفيفة غير تنسجم الزبدة ويوغور مع الخليط البيضات والسكر ونرجعو معكم. دابا هنايا غادي ندوزو نضيفو جوج معالق ديال فاني، اذا ما عندكم شي فاني سائلة تقدروا تستعملو السكر، يعني السكر ديال فاني عادي. هنايا دابا غادي ندوزو غادي نضيفو الطحين ديالنا اللي قلتكم عندي فيه قبيصه ديال الملح وجوج ملعقات صغارين اولا 15 غرام بالضبط ديال الخميره ديال الحلوه. هنايا عندنا الكاكاو حتى هو، غادي نخلطو الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه بسباتولا اولا بمغروفه ديال اللوح اولا باي، مهم باش ما كترتاحوا نتوما في الخدمه ديالكم. مي فاتا لا بالابرا شويه 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 ماريا قالتكم نسيت ما قلتي نخلطو بشويه بشويه باسكو هو راه يموت يتشادو تو دالا هارينا بوريسو نولا اوسي شويه شويه ماريا فالي pero hay que mezclar despacio de todas formas. Eso es claro, sí. O sea, que al echar la harina, pues hay que ir incorporándola despacio. Shuya, shuya, que me hagas con María. Me pensabas. Ana, ¿no ya está? Mina, el cacao حلو. مش ما كيعجيناش الا ونغامق، ما كيجيش شويش قوي قاصح في المذاق، يعني حق يعني على حسب الذوق ديالكم. اذا بغيتو نتوما يجيكم المذاق ديال الشوكولاط قوي على هيدا تستعملوا الكاكاو المر. كريم ولا ما تنساوش تشعلوا الفران في هذا الاثناء يسخن لكم، حيتاش ضروري هذا الكيك هذا ولا هذه الحليوه ديالنا هذا النهار خاصها يكون فران ديجا سخون ماشي فران بارد على 180 درجه.
فران ديال الضو، فران ديال الغاز، كل واحد كيفاش كيطيب فيه الكيك ديالو. كنتأكدوا بأن الطحين كامل انسجم مع الخليط ديالنا. كما كتشوفوا هنايا باقي ما انسجمش، المهم نبقاو نخلطوا حتى ما كيبقاش يبان لنا مره الطحين والكاكاو كينسجم مع الخليط. هنا ملي خلطنا مزيان الخليط ديالنا، دابا غادي نضيفو شوكولات، حبيبات الشوكولا او لا شوكولات تيتو تقطعوه، وحب ملوك اللي زولنا له العطر وقطعناه بهذه الطريقه، هذا طريفات صغارين. كي بوانا بينتا تيني شوكولاتي كون سيريفا ماريا سيجورو كي بسالي الموري سي دي ريتشوبيتي. هذا هو الخليط الحلوه ديالنا هذا النهار. دابا غادي نجيبو المول اللي غادي نعدلو فيه الخليط ديالنا، ونستعملو هذا المول هذا حنايا، وما طبيعة الحال غادي تستعملو المول اللي كتوفر عندكم في الدار، ومهم كل واحد المتوفر عنه. دابا غادي ندوزو، غادي نخويو الكيك ديالنا، كتشوفوا القوام ديالو كيفاش عامل. غادي ندخلو من الفرن على درجة الحرارة 180 درجة كيف ما قلتكم قبيلاتي، الفرن يكون مسخن من قبل كنأكد عليها. Aquí hay un poco amarillo. Para los amantes de la... del chocolate, de chocolate y cerezas. La verdad que es un dulce, bueno, un postre fácil de hacer. Yo digo siempre que participen los chicos, ¿no? Los niños, para que disfruten haciendo esto, estas recetas. هذا هو الكيك ديالنا هاد النهار. دابا غادي ندخلوه للفرن كما قلت لكم، ملي يخرج نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. رجعنا معكم، دابا خرجنا الحلوى ديالنا من الفرن، طبعا بغيت نوريكم الباليتو ديالي فرحانه به. غادي نشوفوا الحلوى ديالنا كيف ما كتشوفوا كيخرج نقي ليمبيو. هنايا وجدنا الصلصه ديال الشوكولاتي، وهنايا عندنا شويه ديال حب ملوك باش غادي نزوقو بها. غادي نستناو حتى تبرد لان باقا سخونه، حتى تبرد شويش وديك الساعه ديتك ان شاء الله يربي نقطع معكم واحد الطريف نشوفها كيفاش كتجي من الداخل، ونزوقوها بلاصوص ديال الشوكولاته اللي عدلنا وحب ملوك. الناس اللي غادي يسقسيوني مي شريت الباليتو ديالي مزيان الحليلو، هذا شريناه من شين حنايا. Yo me estoy riendo un poquito por los bajini porque estamos tan contentas con el palito, ¿no? Porque como la prueba de algodón en limpieza, aquí es la prueba del palito, ¿no? De si nuestro pastel está hecho. Y ahora lo habéis visto que sí que está hecho. Eso, María. Y que huele delicioso. Claro. Vamos a esperar que se enfríe y lo cortamos. Y lo cortamos. Vale. Perfecto. رجعنا معكم، هذا الكيك ديالنا ولا الحلوه ديالنا هاد النهار. دابا نقطع معكم واحد الطريف نشوفوها كيفاش غادي يجي من داخل. كتشوفوا هو كيجي شويه شي فازك بحب الملوك،
كتشوفوا الكيك ديالنا ولا الحلوى ديالنا هذا النهار ما كتحتاجش تسقى لان كتجي فازكه هي من داخل. هذا هو الحلوى ديالنا هذا النهار، كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو ديالنا هذا النهار، تبعوه من الاول للاخر، جربوا الوصفه ديالنا وتردوا علينا كيفاش جاتكم. واو مريم، فايا فايا كي باستيل ماس ريكو nos ha salido. Fijaos la textura, ¿no? Tan suave y tan esponjosa. Exactamente. Exactamente. Aprovechar para hacer este postre con vuestros hijos, más ahora en esta época, ¿no?, de las cerezas, porque tengo ganas ya de probarlo. Vamos a hacer ahora mismo. شكرا بزاف لحسن تتبع الفيديوهات ديالنا. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. مع السلامة. وما تنسوناش اكيد اذا عجبكم الفيديو من لايكات. عافاكم. Eso, si os ha gustado cómo hemos preparado esta riquísima receta, no os olvidéis de darnos like y seguirnos en los siguientes vídeos que vamos a traer más sorpresas. Inshallah. Adiós. Hasta la próxima.